الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى المصنف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه قال كتاب الصلاة، قال باب فضل الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة. ثم قال رحمه الله عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول جاءت شفاء إحدى نساء بني عدي بن كعب عمر في رضي الله عنه في رمضان، فقال مالي لا أرى أبا حثمة لزوجها شيب الصبح، هو أحد رجال بني عدي بن كعب. قالت يا أمير المؤمنين دأب ليلته فكسل أن يخرج فصلى الصبح ثم رقد، فقال والله لو شهدها لكان أحب إلي من دؤوبه ليلته. يعني حضور الجماعة أفضل له من قيام طيلة الليل. ولذلك قلنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل. ولذلك قلنا مغبون من ضيع الجماعة، مفتون لو استدام على ضياع الجماعة، ومن لم يعرف قدر الجماعة لم يعرف قدر الصلاة. ولذلك ابن مسعود وش قال؟ قال ولقد رأيتنا يهادى المرء فيها بإيه؟ بين ولا يتخلف عنها إلا منافق. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حفنة عن الشفاء بنت عبد الله. لكن هنا برضو أي ملمح آخر، هل فسخه النبي؟ هل أنكر عليه؟ لامه، لكنه بين أنه إيه؟ خالف الأحب والأول. فين؟ في قول من؟ عمر الخطاب سنة مستقيم. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن الزهري عن سليمان بن أبي حفنة عن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد عندي رجلين نائمين، فقال ما شأن هذين؟ ما شهد معي الصلاة. قلت يا أمير المؤمنين صليا مع الناس، وكان ذلك في رمضان، فلم يزال يصليان حتى أصبح، وصليا الصبح وناما. فقال عمر رضي الله عنه لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أصلي ليلة حتى أصبح. وهنا فيها دلالة أن عمر وقع أنه ما صليا إيش منفردين، ما صليا جماعة، لأنه تكلم على فضل الجماعة في هذا الباب. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن أبي سليم مولى أم علي عن مجاهد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار شهودهما العشاء والصبح أفضل من قيام ما بينهما. الله أكبر. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لن أصلي العشاء في جماعة أحب إلي من أن أحيي الليلة كلها كلها. قال عبد الرزاق رحمه الله عن يحيى بن أبي كثير قالت كانت تعدل صلاة الصبح في جماعة بقيام الليل كله. ولا التصريح الذي قال نازع عنه محمد ونازع عنه الأخ هو الآن على تصريح به قال كانت تعدل صلاة الصبح في جماعة بقيام إيش الليل كله، وهذا لا يؤخذ على محمله في الإطلاق والإجمال، لأنه لما جعل صلاة العشاء بنصف وصلاة الفجر بنصف لما صلاهما كأنما إيه قام، فيقول بقى صلاة الصبح تعدل في جماعة بقيام الليل كله، حقيقة الأمر أنها مع، وهنا تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى مع. لو قلنا المسألة على العطف فتكون الواو بمعنى مع، لو قلنا المسألة على الفصل يبقى لابد أن نقول صلاة الفجر مع صلاة العشاء، لأنه ثبت أنه قال بأن قيام الليل كله، هو قال أنه صلاة الصبح جماعة. قال ما في حديث عن أبي كثير لما قال لا مش هذا، قال من صلى الصبح في جماعة والفجر في جماعة فكأنما قام الليل إيش كله. نقف عند هذا كله في دلالة واضحة جدا على فضل صلاة الجماعة، وكيف أن عمر الخطاب يستحث الأمة على صلاة الجماعة، وأنه لو قام الليل كله يبتهل ويعني يتضرع ويصلي ما بلغ من صلى في جماعة. وحقيقة الأمر هنا هو فضيلة الفرض على فضيلة النفل، الفرض أحب إلى الله
من النفي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنت له بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته، فأحب الأعمال الله جعلها الفريضة. ولذلك علماؤنا قعدوا قاعدة عظيمة، قالوا: من انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ومن انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، معذور عند ربي جل في علاه. الرجل قال لما قال له: هل علي غيرهن؟ قال: إيه؟ لا، إلا أن تطوع. وش قال؟ قال: قد دخل الجنة إن صدق. لو أردتم أن تنظروا رجل من الجنة فانظروا إلى هذا الرجل. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إلماح ولفت الانتباه إلى عدم الالتفات إلى النافلة بوجود مع مزاحمة الفريضة. الفريضة تقدم، وأيضا فيها بيان عظم الاهتمام بصلاة الجماعة. وصلاة الجماعة من تركها عامدا واستدام عليها يخشى عليه أن تكون فيه خصلة من خصال النفاق. وأيضا من تهاون بها فهو قد سقط من المعالي وسقط من رفع الدرجات. وذلك عمر بن الخطاب قال: حياء الليل كله لا يساوي شيئا أن تصلي الفجر في جماعة في هذا الباب. ولذلك كانوا يعرفون الأفضل فالأفضل والأعظم تقربا لله بالأعظم. فصلاة الجماعة الحرص عليها دلالة على الإيمان، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به هنا: إذا وجدتم رجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وبعض العلماء يعني يقويه بقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وحقيقة الأمر أنه لا يقوى به، لكن هو يستأنس بذلك. وحقيقة الأمر أيضا أن فضل الفاضل ورفعة المنزلة بتعليق القلب المساجد: سبعة يظلهم الله في ظل لهم لا ظل إلا ظل. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. وفيها أيضا ما يتعلق بذلك: رجل إيش؟ ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ينتظر الصلاة بعد الصلاة. الفوائد المصنبطة: الفائدة الأولى فضل صلاة الجماعة، لا سيما أنها شعيرة من شعائر الإسلام، وإظهارها أمر على عاتق الأمة. ولذلك العلماء يقولون: إذا كانت جماعة ولها شوكة وامتنعت عن الأذان وصلاة الجماعة يقاتلها أولي الأمر، يقاتلها شعيرة من شعائر الإسلام. الفائدة الثانية: من قدم النفل من ضعف العلم تقديم النفل على الفرض، من ضعف العلم تقديم النفل على الفرض. من واجب ولي الأمر أن يباشر الرعية وأن يسأل عنهم وأن يكون ناصحا أمينا آمرا ناهيا. هذه من أهم واجبات ولي الأمر، لأن من أهم واجبات وظائف ولي الأمر إصلاح الدنيا مع استقامة الدين. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.